حيلنا ما في شني شني. كرة تلعب الآن بشكل سريع. وسام كابيتانو في وسط الملعب إلى باولو البرازيلي. يمشيها بشكل سريع. شوت. هدف على العين. في هدف نواف الشنيشني. كرة تلعب الآن أمامية. يريد أن يهدي جمهوره بعد الانتقالات الشتوية والتغييرات التي حضرت. حاول فيها. كرة على الجانب. كرة يبحث عن كرة. عن كرة طويلة. أمامية إلى جمهور. للاعبة الوسط ماهر سعدو في قروة. ياخذ الكرة. محاولة للفريق أبا عرضية ولكن تدخل أيضا من البرازيلي الآخر جواو باولو. الكرة فيها رمي لكن سمحان هو عينه على الحجبري الأول البرازيلي. باولو عرضية رأسية مع تشافي اللي كان على أعصابه وتقدم بهدف أبدا. الاتجاه اليمنى محاولة خطرة عرضية رأسية جول. يا سلام يا حساوي يا سلام يا محمد اللاعب الجديد والذي احتفل مؤخرا مع فريقه السابق الصفا ماجد السهراني اصيب في اليوم ب 42 نقطة. هنا المحاولة والتحقيق الكرة الماضية لا يوجد احد لا يوجد احد والتسديد روعة روعة. هذه الكرة من جواو باولو واللاعب البرازيلي على طريقة سوف ينقل الكرة ممتازة من جواو باولو. هنا المحاولة عبد العزيز والعرضية والهدف الأول. نعم الهدف الأول وسعيد الحربي حارس مميز سعيد اليوم. ألا تفرط في نقطة في نقطة فما بالك أن تفرط في نقطة عند 42 نقطة. وخطأ ينفذ على المرمى سريع لكن إلى نواف الشنيشني. كرة تلعب الآن بشكل سريع. كابيتانو في وسط الملعب إلى باولو البرازيلي. يمشيها بشكل سريع. شوت. هدف على العين. هدف نواف الشنيشني. كرة تلعب الآن أمامية. حتى الفريق الجزل لا يريد ال كرة تلعب الآن سريعة في وسط الملعب. حسين الشيخ يحاول يمر من العبيد بعد العبيد ماهر داوودة. خطأ من الدفاع عند ماهر. يفقد الكرة حسين الشيخ. تعود في وسط الملعب. تغيير اللعب على الجهة اليسرى نادي المجزل. هذه فرصة حاضرة. لقطة فيها وما فيها. كرة ملعوبة للمراشد. شوف تدوير الكرة للمجزل في هذا المكان. ما زالت ثابتة لنادي المجزل. هي 4-5-1. يا سلام لو عدت. عرضية تتشارب الدفاع. كرة تتفوت. جميلة جميلة. اوه ما زالت خطرة. ابعاد ياس. كل ما الضغط يعني زاد على الفريق الازرق. نيلسون للأمانة نيلسون يقدم إلى باولو على الكرة. ممتاز ممتاز باولو جوا باولو. هذا هو عشويعر. يا سلام احنا كعرب نحب هاللقطات من بين الأقدام من جوا باولو. يا سلام والله زعلان. وصلنا لل 94 تقريبا هدف 6 أهداف تفصلنا على الهدف رقم 100 ربما سهلة ممكن. شوف الهدف رقم 100 تصدر وأيضا تسجل اسمه كأول هدفين الموسم الماضي عن التاريخ في قطاعي. حاولت ارتداد سريع ولكن لا العمل وأيضا عمل فيها وعمل فيها التعديلات الكبيرة لا تحرك الدفاع. كرة ملعوبة حمد الجيزاني. هذا جلب الفريقين. كانت الكرة بقيادة عبد الله عثمان اللي كان ممكن